فعلا روناك، يعني لا زالت الاوضاع هنا في قطاع غزه خاصه الانسانيه صعبه وصعبه للغايه للفلسطينيين الذين يتواجدون في المناطق الشماليه من قطاع غزه، وتحديدا في بيت لاهيا وبيت حنون وجباليا ومخيمها، مع التهديدات الاسرائيليه بضروره اخلاء محافظه الشمال، حيث بات المواطنون لا يعرفون اين يذهبون في ظل انه لا يوجد اي مكان امن هنا في قطاع غزه. في هذا ايضا في ظل هذه الاوضاع الإنسانية والتي تترافق أيضا مع قصف مدفعي وقصف أيضا من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي خاصة على المناطق الشمالية من القطاع، حيث منذ ساعات فجر هذا اليوم وحتى الآن دويا في يسمع ناجم عن تفجير الجيش الإسرائيلي لمنازل ومربعات سكنية في المنطقة الغربية من مخيم جباليا إلى الشمال من القطاع. أيضا في مدينة غزة منذ ساعات صباح هذا اليوم آليات الجيش الإسرائيلي تطلق النار صوب أحياء الصبرة وتل الهوى وأيضا الزيتون، تترافق مع قصف من قبل مدفعية الجيش الإسرائيلي على منازل المواطنين، وأدى ذلك إلى سقوط على الأقل 3 من الضحايا ونحو 10 من الجرحى والمصابين. أيضا في المناطق الوسطى من القطاع هناك في مخيم النصيرات ومخيم البريج، مدفعية الجيش الإسرائيلي أطلقت على الأقل منذ ساعات صباح هذا اليوم 10 قذائف صوب منازل المواطنين، ولكن في خان يونس طواقم الدفاع المدني انتشلت 4 ضحايا بينهم طفلان وأيضا عدد من الجرحى والمصابين بعيد استهداف صاروخ إسرائيلي لخيام النازحين في منطقة العطار بمنطقة المواطن إلى الغرب من مدينة خان يونس. خضر، رحلة نزوح المدنيين المنهكين من بيت لاهيا إلى الجنوب، إلى أين وجهدهم تحديدا؟ الجنوب مكتظ أساسا بالنازحين وبساكنيه. نعم، يعني عدد قليل جدا من المواطنين الذين يحالفهم الحظ بإجازة حاجز نت سريم سواء على طريق الساحلي هارون الرشيد أو على طريق صلاح الدين، ما يعني عادة تطلق الآليات الحربية الإسرائيلية النار صوب المواطنين سواء من النازحين وحتى من المواطنين الذين يقفون من هذا الحاجز، ولكن وجهة المواطنين من محافظة شمال القطاع غالبيتهم يأتون إلى المناطق الغربية من مدينة غزة وتحديدا على أحياء النصر ومخيم الشاطئ وحي الرمال في المناطق الغربية من المدينة. نعم، شكرا جزيلا على كل هذه التفصيلات من مدينة غزة، مراسل الحدث خضر الزانون.